اللي حضراتكم بتقولوه ده ان احنا كل الناس المسؤولين اللي كانوا ماسكين بوزيشن او قيادات في مصر تتشال؟ لا ما قلناش كده، احنا امال قلنا لا ما كانت تقولي نوادي وشركات اللي كانوا اعضاء حزب وطني، اعضاء حزب وطني كان عضو حزب وطني. طب ما هو بص، هو السؤال بصراحه كده يعني، الحزب الوطني كان متغلغل في الدوله الى اقصى الدرجات، المحليات كلها بلا استثناء. خليني اقول لك يعني هو انا عايز بس اوضح الصوره في اطار حاجه، انه الا تروا انه المشروع بالصيغه الحاليه اللي انتوا طارحينها دي ممكن يكون في نوع من الرومانسيه، انتوا عايزين حاجه طبعا هي خير جدا لمصر، لكن في المقابل انه ده ممكن يثير ويثير يعني ممكن الناس دي يعني يحصل مشاكل بسبب ده. خليني اقول لك حاجه، احنا دلوقتي 10 شهور، لو 10 شهور ده عملناهم شرايح كده، اول شهرين هنشيل الامانه العامه، كان صدر قرار كده، بعد كده هنشيل امانات المحافظات على مستوى الجمهوريه كلها، بعد كده هنشيل المشايخ، لو اتعملت مراحل واحده واحده كده هنيجي بعد كده نبص على قيادات الشركات الاستراتيجيه على مستوى الجمهوريه كلها، الميه والكهرباء والغاز وكده، وشلت رؤساء مجالس اداره اللي بقت باعوا الحزب الوطني او اللي كانوا اعضاء في مجلس في المكتب السياسي. يا فندم ده تصور جميل، هو انا بتكلم في مشكله تانية. لا حضرتك اصل حضرتك جاي دلوقتي بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتقول لي في لحظه هيعمل الكلام ده، طب ما كان عندك 10 شهور. انا وجهه نظري بتوضيح توضيح اكتر شويه، انه العناصر دي اللي افسدت دي اكتسبت قوه ماديه وقوه سياسيه وقوه وضع في البلد. تمام. واحنا هنا بنتكلم على مصالح كبيره. تمام. فانه انت عايز تيجي تعمل كده ده طبيعي انه هيسبب مشاكل، هل احنا نقدر نعمل ده واحنا داخلين على امام القوى الثوريه؟ كل القوى اللي حضرتك قلتها ديت اللي اكتسبوها امام القوى الثوريه لا تسوي شيء. انا طالع من ثوره، سلطه الدوله، سلطه الثوره هي اللي تتحكم في كل الامور دي كلها. انما يعني 10 شهور انتظار حتى الان ده يطعن في المصداقيه. وبعدين لا سيما ان في دوله مجاوره ليه طبع عليها القانون ده وما حدش اشتكى. طيب. يعني هم هنا في مصر بيقول لك احنا هنعمل كذا وهنوقف الطرق والكلام ده، ما حصلش الكلام ده في تونس. مختلفه يا فندم، برضه الدوله جنبنا يعني هم عددهم 6 مليون. لا 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 هقول لحضرتك، لا بالعكس ده في صفي مش ضدي، ان العدد كبير اصلا يعني في مواجهه الفكرة ضد انتهت ولسه ما قلناش ما هي العقوبات اللي المفروض هتطبق عليهم. هو العزل من الوظائف القياديه لمده 5 سنوات، والعزل طبعا من عضويه المجالس النيابيه والمجالس المحليه، حرمان من الترشح او الانتخاب في للمجالس النيابيه والمجالس المحليه، الحرمان من المشاركه في الوظائف القياديه، الحرمان من المشاركه في مجالس الادارات والنقابات والغرف التجاريه والصناعيه، كل دول لمده لا تقل عن 5 سنوات، واعتقد ده حرمان مخفف. يجب ان يرتدعوا على ما اجرموه في حق الشعب، وحتى يرتدع غيرهم من أن ينضم إلى حزب فاسد أو حزب مجرم أو حزب مزور لإرادة الدولة. لو ما تطبقش قانون العزل السياسي أعتقد أن البرلمان القادم لن يكون ممثلا للشعب أو للثورة، سيكون برلمان هش سهل السيطرة عليه، لن يحقق طموحات الشعب بعد الثورة، وبالتالي لن تستكمل الثورة. وأنا أقول لهم زي ما صرنا على مبارك، لو البرلمان القادم، وإحنا هنتراجع يعني، لو البرلمان القادم لم يمثل إرادة الثورة ولم يحقق أهداف الثورة فهيكون من السهل الثورة عليه مرة أخرى. تمام. طب أنا عايز أعرف يعني أرجع بس للنقطة اللي كنت بتكلم فيها معاك يا دكتور ممتاز، إنه الثورة تجوب طبعا كل شيء، لكن في ظل تهديدات صريحة من اعضاء الحزب المنحل بانه هيخلوا انصارهم في المحافظات يولعوا الدنيا بالعربي، نعمل ايه؟ الكلام ده عباره عن تهديد فقط، انما هو واقعيا انا اعتقد اللي هو من الصعب اللي يحدث يعني اشياء من هذا القبيل، يعني لان انا عندي القوى الثوريه اللي موجوده حاليا دلوقتي كفيله ان هي تواجه هؤلاء الناس. تمام. ولو عملنا حصر كده يعني بالعقل كده، كم عدد الحزب الوطني على مستوى الجمهوريه؟ احنا نعلم يعني علم يقين ان كثير من من ينتموا للحزب الوطني كانوا ينتموا اسماء فقط. انما المفسدين في داخل الحزب الوطني احنا مطالب بتغييرهم اللي هي القيادات. نعم. القيادات على مستوى الجمهوريه كلها قد ايه؟ قيادات الامانات على مستوى المحافظات. وبعدين الشباب الثوره اللي بيعترض او كده ما هو بيحاكم عسكريا دلوقتي. الناس اللي هددت دي تعتقل وتحاكم عسكريا زي شباب الثوره. نعم. على الاقل يعني ده لو يعني، واعتقد الجيش قادر على ذلك والشرطه العسكريه قادره على كده يعني. حضراتكم احنا بنسال فقط، احنا ولا يعني الاتجاه ده ان احنا مش عايزين قانون الغدر، بالعكس احنا عايزين قانون الغدر، واللي فعلا يعني اخطا يتحاسب.
كده كده. عموما شرفتونا حضراتكم، ربنا يخليك. وبنشكر الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومه الظل، والدكتور ممتاز الخولي الامين العام لحكومه الظل. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم، ونورتونا فندم. وبالتوفيق على فكره، ونتمنى ان احنا فعلا القانون ده يفعل بسرعه قد ما نقدر، عشان فعلا نبقى داخلين على انتخابات ما يبقاش فيها شكوك. نتمنى خصوصا انه ما فاضلش يعني غير اسبوعين، لو ما تطبقش احنا هننسحب بكره يعني خلاص. نتمنى يا فندم، ونتمنى ما تنسحبوش عشان برضو يعني ايه ما نسيبش. والله المجلس وعدنا بانه هيدعم شباب الثوره، فوجئنا من اللي موجود دلوقتي اللي معاهم فلوس واللي مدعومين يعني. فاصل وراجعين حضراتكم. شكرا.